دكتور محمد بن عبد السويد الجيزان. السلام عليكم وعليكم ورحمة الله السلام. وبركاته. أشكركم جميعا على هذا اللقاء الجميل الطيب، ونسأل الله أن ينفع به. حقيقة ما في شيء زيادة عندي. دكتور عيازع الشهري جزاه الله خير، استعرض معظم النقاط والآراء التي كانت في الخاطر، وأيضا الزملاء من مناطق أخرى في الحياة الطبية. ربما أنا ركزت على نقطة معينة، موضوع التقارير الطبية الصادرة من مستشفى الملك فيصل أحيانا يذكر فيها كما ذكر الدكتور هيازع موضوع مرافقين أو ثلاثة للمريض، موضوع درجة أولى أحيانا يأتيك بأمر درجة أولى، موضوع خروج المريض ورجوع المنطقة يعتمد علينا جميعا، يحتاج لها بذل مجهود حقيقة من جهة ثقافة المريض. المريض يقول لك خلاص انا حولت الملك فيصل ما ابي ارجع الى العالم. فهذا يحتاج ما ادري ما هي الاليه التي نقدر نستطيع ان شاء الله ان احنا نتجاوزها ونقنع المرضى بعلاجهم في منطقتنا اذا توفرت العلاجات. شكرا جزيلا. الله يحييك.